هلا انت من كل عقلك بدك تروح لعند خالتك وتقول لها هالحكي؟ يا امي كرمال الله فهميني، لك ما عم بعرف كيف بدي اوضح لك القصة، ما عم تفهمي علي؟ يا امي يا حبيبي والله شوشن ما في مثلها حلوة ومرباية وفوق هيك رايتك وقاتل الحال عليك. حلوة ومرباية وما في منها، بس ما بتناسبني يا امي، والله هالطريقة بجواز مو صح. مو صح يعني هي مو سياحة مو مشوار، إذا ما عجبنا ببقى منعيدها، هي جوازة مدى الحياة، ارتباط للعمر كله. يعني هي مرة بدها تصير أم ولادي، بدها تصير شريكة حياتي. كرمال الله فهمي علي، لك مشان الله فهميني بقى. لك أنت يلي مشان الله فهم عليك، شو أنت بدك تعلقني مع أختي ومع كل العائلة؟ لا الله يرضى عليك، لا سود لي وشي قدام العالم. هلا بدك ياني سايرة وتجوز مشان ما يسود وشك قدام العالم؟ يا حبيبي يا ابني والله سوسن بنت مثالية وألف شب بيتمناها، وصدقني كل شي بيجي مع العشرة، يعني الألفة والحب والتفاهم كلهم بيجوا بعدين. بقى حط عقلك براسك ولا تخليني اغضب عليك. ها أكتر من مرة حاولت أحكي معهم بالموضوع، كانوا كلهم يوقفوا ضدي، ما يعطوني حتى فرصة أشرح لهم أقول لهم وجهة نظري. أنا بصراحة خفت أخذلهم لأني بحبهم كتير. خالتي كانت أحسن وحدة بالدنيا معي، كانت حتى أحن من أمي علي. جوز خالتي مع أنه كان إنسان صعب وعصبي، بس معي أنا كان ممتاز، كان كتير منيح. حتى سوسان كانت بنت ظريفة مهذبة وحلوة، وكانت ست بيت من الطراز الأول، والأهم من هاد كله أنها كانت فعلا تحبني. بالله عن جد شو حلو هالحكي اللي عم تحكي لي عن سوسان، مزالها هالقد كانت رائعة وبتحبك كتير و... ليش ما تركتني موت مثلا؟ شو اللي رجعك؟ هدول قاعدين سوسن بإيدها. الله يسلم هديات يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شو تي؟ ما بدك تذوقهم هدول؟ تاخذ لك وحدة كمان. عم بقول لك سوسن عاملتهم بإيدها. يلا. لا 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 يا لا لا يلا امي هلا بدعوا لنا الزقة. معلش معلش قبل ما الصابون بيمشي لحالك امي يطاوع. يلا يلا حبيبي. عمري قلبي ان شاء الله. كل امي كل ما حلو الحالة انك ماشي بشوارع الشام عم تاكل بالطريق هيك شاورما وفلافل، ده حلو. شرشر على حالك حبيبي. ما مشكلة من أصل حالة. ما بنصحها. ما شاء الله عليك. انكسر أمي. شو صار لك يا كمية؟ أنا آسفة كثير. اتركي اتركي روحي 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 بس. انكسر الشر يعني انكسر الشر. تيمو تروح تحضر فيلم سينما؟ ايه بحضر فيلم سينما. يلا بوصلك على البيت غيري ثيابك وروح نحضر. ليش مو حلوة بجامعة الرياضة؟ حلوة بجامعة الرياضة بس حدا بيروح على السينما بجامعة الرياضة؟ ايش يعني بيشترطوا على الباب بكون لابسين سواري يعني ولا ما بفوتونا مثلا؟ حبيبتي ما حدا بيشترط بس ما حدا بيروح على السينما وهو لابس بجامعة الرياضة. ايه لا انا بروح على السينما ولابسه بجامعة الرياضة، وبروح على السهرة بتجين زبون هي، وبشرب قهوة الصبح بكعب 14، ما حدا له عندي، انا بعمل اللي بيريحني. طيب خليكي على اللي بدك. يلا ماشي. ياب بروح نحضر فيلم بعدين بنحضر. بعزمك على الفول وتسائي كمان. فول وتسائي؟ روح. شو صار لك قصه عم تعملي؟ عم غير حالتي الاجتماعية على الفيسبوك. يا الله طيب شو قال؟ ليك 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 شو رفعتي عملي لايكات؟ بحبوني كثير. مايا أنا لا يمكن أكذب على حالي أو أكذب عليكي.
أنا كنت مستحيل كمل حياتي بدونك، ما كنت رح أقدر. أنا معك، أنا عالموت معك، عندي استعداد ضحي بأي شيء وأعمل أي شيء. نحن ما غلطنا، بس هيك قدرنا. يريحك تنزل عالشام وتتجوزها. نزل بكره، نزل وتجوزها. اساسا هي مرتك، انت كاتب كتابك عليها. هلا انت بدك يعني انزل اتجوزها؟ انا بدي اياك تعمل اي شيء بيريحك. بدي بابا اسمع هدول منك. بدياك تكون بخير مرتاح، بدياك تكون مبسوط. مبسوط معي؟ أنا بخير طول ما أنا جنبك. لأني أنا بحبك، ما بتتخيلي قديش أنا بحبك. قسماً بالله بموت إذا بتبعدي عني. بعيد الشر.